فيما يخص السياحه الداخليه فهي كتلعب دور كبير في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والمجاليه، وتساهم في تشغيل يد العامله وانعاش قطاعات اقتصاديه اخرى مرتبطه به، كما انها تعتبر الشق الاساسي الكفيل بضمان مناعه القطاع السياحي ببلادنا وقدرته على مقاومه الازمات. وكانت السياحة الداخلية تمثل قبل الأزمة حوالي 30% من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني. وخلال الأزمة الصحية ازدادت أهمية السياحة الداخلية، حيث مثلت 50% من ليالي المبيت 2020 و 69% في 2021. ولفهم متطلبات الزبون المغربي، بينت الدراسات أن 51% من السياح المغاربة كيفضلوا السياحة الشاطئية، و 58% كيفضلوا السفر في العطلة الصيفية، و 60% كيفضلوا السفر برفقة العائلة، و 72% عندهم مهم ثمن الخدمات السياحية. وبناء على هذه المعطيات كنعملوا حاليا على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، من خلال أولا تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية وفي الترفيه، وإحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرة الشرائية للسياح المغاربة من حيث المنتوج والأسعار. ثانيا تنسيق مع القطاعات الأخرى والجماعات المحلية لتحسين جاذبية المنتوج السياحي لفائدة السياح المغاربة. ثالثا التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لإحداث الشيكة السياحية اللي غادي تخفف من ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائح الوطني، وبالتالي إنعاش السياحة الداخلية.